مساء الخير يا فندم، معاكم محمد كمال الليسي من كفر الشيخ وشهرتهم شرم الشيخ ماركو. والله يعني الحمد لله من يوم الاخوان سابوا البلد والبلد اشتغلت والبلد الدنيا حلوه بقت لذيذه وبقى فيها حركه وبقى فيها امان واخدين حريتنا والحمد لله بسم الله ما شاء الله. يعني هنا السياحه اشتغلت والدنيا حلوه اهيت، بس عايزين امان اكتر زياده عن اللزوم، وربنا يحرس شعب مصر وجيش مصر وحكومة مصر كلها، وربنا يخلينا السيسي ويدينا البلد كلها يا رب. ده اللي احنا عايزينه، بس طالبينه من ربنا، ربنا يسترها معانا، وعايزين نعيش في امان وعايزين نعيش في كل امان. رسالتي للسيسي اللي بس يفضل البلد امينه وتفضل البلد حلوه، ومش عايزين الارهاب يخشوها. دول مش اخوان، دول مش اخوان، دول ارهاب بس. فعايزين ربنا يستر، عايزين ربنا يستر البلد بس، والدنيا تبقى امان والدنيا تبقى حلوه بس اكتر من كده مفيش. وربنا يحمي مصر، ومصر مذكوره في القران زي ما ربنا الله سبحانه وتعالى، مصر امينه مهما الناس تعمل هي امينه وتفضل طول عمرها امينه، وربنا يحرسها ان شاء الله باذن واحد احد بشعب مصر وبايد مصر وبايد الجيش وبايد الحكومه وبايد الناس كلها، يد واحده ان شاء الله باذن واحد احد. شرفتونا.